احلى هديه يعني نبداو بها العام الجديد واللي ان شاء الله ربي يجيبوا علينا بالخير ان شاء الله. اظن تفوز ضد فريق كبير كما الجيش ب 2-0، فاظن هذه هديه للجمهور تاعنا لكل مصاويين. ما حققناش نتيجه ايجابيه منذ الدورة الثمانية خاصه الانتصار. يلا لقينا التوليفه اللي حققت انسجام وخدمنا شويه الكومبينيزون والدار بداو تيتاقلموا مع بعضياتهم. ايوا حقيقه في التدريب كنت بزاف مع الحارس انس زنيتي في خلال التدريب وكنبقى نخدم مع لي كوفرون بزاف في صالح المجموعه في صالحي انا في صالحه حتى هو، وهذا تاتب بفضل العمل كما قلت. انا بالنسبه لي ما كنعي على ضغط لا والو، انا ماشي لاعب ماشي لاعب الله بيس كنمارس كره القدم. انا جرت مع المنتخب الاولمبي جوج المواسم ولعبت معهم اولمبيات، ملي تمت المولدات عليا المنتخب الوطني هذا كشرف ليا.